استنى كيو اوي انت هنا ورا؟ ها؟ شايفه؟ خلاص. السلام عليكم اخوتي الكرام، احبائي اخوكم محمود عاطف من قناه محمود وكوفو، معايا كوفو وطالعين حلقه كده مميزه ان شاء الله تعجبكم. هنطلع نتمشى على الدائري، على الدائري، هنمشي على الرصيف، محترمين جدا زي الناس اللي بتبقى ماشيه على الدائري اللي مستنيه حاجه تركبها. مش هنمشي في حته ممنوعه ولا في حته خطر ولا في حته ممنوع فيها التمشيه، لا احنا هنمشي في مكان ان شاء الله امان، وهنتكلم معاكم شويه. اتمنى الحلقه تعجبكم. كوفو كوفو تعالى كده بوي. الناس لسه امبارح كانوا بيتفرجوا على الحلقه القديمه بتاعتك اللي انت كنت بتتعالج فيها من الكهرباء، كانت هنا كده الجرح. بوي دلوقتي بقينا بنتمشى يوم ويوم لا، انما بيخرج من البيت كل يوم مرتين ثلاثه عشان يعمل الحمام، يتمشى شويه قدام باب البيت كده ويدخل تاني. انما نخرج من عند المنطقه بتاعتنا او من الشارع بتاعنا نتمشى بره، دي بقت بتحصل كل يومين كل ثلاث ايام، وكلها بصورها لكم بتشوفوها. فهو النهارده متحمس اهو. كفو انت هنا ورا؟ ها؟ شايفه؟ ايوه هو. خلاص خلصنا. استنى يلا تعال خليك جنبي، خد خليك جنبي، يلا كيب بوي تبعدش كده، انت جنبي قرب تعال كيب بوي. زي ما انتم شايفين بنتمشى على الدائري اهو، ربنا يستر ان شاء الله ومفيش عربيات تعدي عرفانه. جنبي يلا تعال. مساء الخير. الله يخليك، ازاي حالك؟ الله يحفظك الله يحفظك الله يخليك، ربنا يستر. مش عايزين ناس كتير تقف لنا، يعني الشارع الدائري سريع فبرضه خطر ان هم يقفوا. بابا استنى كود بوي يلا. غيرنا فيو شويه، هنبعد اكتر بعد كده، عايزين نغير مناطق، ولكن والله ضغط الشغل عندي واليوتيوب والميديا والفيديوهات اللي بنرفعها والمونتاج اللي بعمله، كل الحاجات دي انا بعملها لوحدي لغايه دلوقتي، فمعلش سامحوني مفيش الوقت ان انا اقدر اخرج واروح واجي اليومين دول. انا نفسي ما بتحركش والله، ما بخرج لنفسي. كفو استنى استنى، لا اصبر، هو توقع ان انا عايز اقول له ادخل. كفو تعال هنا هنا، بص بس كده كود بوي، خليك قاعد. طبعا الموضوع دلوقتي احنا بنتمشى بنتكلم، وراك هتلبس انت، بس خلينا واقفين كده. فدلوقتي احنا خلاص كده اتمشينا جوله صغيره، مش هسيب كوفو واقف كتير. خليك، اتمنى الحلقه تكون عجباكو، ناخد كوفو ونرجع امانا لينا وليكم وللناس اللي بتعدي، عشان الناس اللي ممكن تقف لنا. بصراحه فكرت في الموضوع، فكنت ناوي اتمشى لغايه بنزينه وطنيه، ولكن لا مش هنعمل كده، فيلا بينا نرجع. استنى استنى كوفو هنا، اطلع فوق، اطلع هنا، بص اطلع فوق دي كود بوي، امشي خليك فوق، لا خليك فوق كود بوي يلا بوي. كوفو كود بوي يلا يا كوفو، برافو يلا كود بوي يا كوكو، برافو يلا خليك من فوق كيد بوي، ارجع اسرع يلا من فوق، لا لا فوق يلا بسرعه 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 كيد بوي يا كوفو، اسرع هنا
حسب. لا ركز اكتر. ركز ها؟ لا فوق فوق. انزل تعال. كيب بوي خلاص. خليك جنبي. ارجع جنبي. ايوه كده بس كده. اتمشى فوق شوية. بس برضو هي مش سهلة. وهو برضو بقالنا كتير ما عملناش الموضوع ده. وزنه زايد عايزين نخسسه شوية. عايزين نخليه يرجع يعمل رياضة زي زمان. صح يا كوبو؟ هيفرق ايه بقى انا لو ماشي بيه بسلسلة او من غير؟ ما هو كده كده السلسلة هبقى ماسكه كده. هبقى ماسكه كده وماشي بيه كده. بنفس القرب ده. طب ما هو ماشي جنبي بنفس القرب ده. وعايز اقول لكم حاجة برضو. ان شاء الله لما اجيب كلب المرة الجاية واربيه. هربيه ان هو يلبس سلسلة. هعلمه اوف ليش وهمشي بيه اوف ليش. ولكن هيبقى برضو بيلبس سلسلة. ففي اماكن هبقى فيها اوف ليش واماكن هبقى فيها وهو لابس سلسلة. بس اقعد. فان شاء الله بوعدكم ان الكلب الجاي اللي انا هربيه هيكون بيكبر بسلسلة. اما كوفو فهو هيكمل حياته ان شاء الله من غير سلسلة خالص. خليك استنى. ده عشان الناس اللي فاكرة ان انا هفضل طول حياتي بجيب كلاب واربيها وهنشئها من غير سلسلة. لا. كوفو كان حالة استثنائية عشان اثبت لكم قدرة منهجي. قدرة طريقتنا. عشان اوريكم احنا نقدر نوصل لايه. انما غير كده انا مش عايز كده. يلا كوب استنى تعال تعال بسرعة بسرعة. ايه عكس ده. اه. خليك ايه. اطلع قدامك. السلام عليكم. ازيك يا حاج. الله يخليك. الله يديك الصحة. يلا. الله يحفظك ويحفظ اصلك. الله يخليك. خش. لا عايزين ننزل نشتري حاجه من الراجل ده. مش هينفع اقفل الحلقه. الراجل ده دعانا دعوه حلوه. ارجع ورا سماك تاني. الراجل ده دعانا دعوه حلوه فننزل نرضيه. للاسف زي ما انتوا شفتوا العربيات اللي ماشيه عكس. الموتوسيكلات اللي ماشيه عكس. ف نتمنى يلقوا عقاب. انا النهارده الخطر الحقيقي اللي كان عليا انا وكوفو مش ان احنا ماشيين وعربيات في طريقها. لا العربيات اللي في طريقها انا متوقعها وعارف ان هي ماشيه كده. ولكن اللي ماشيين عكس دول اللي احنا مش متوقعينهم. وبصراحه ما توقعتش ان الساعه يعني 6 الا ربع ولا 6 الا 10 تبقى الناس ماشيه عكس على الدائري. ما جاش في بالي ابدا ان هم يمشوا عكس دلوقتي. قلنا عكس بعد الساعه 2 الفجر بعد 3 الفجر انما دلوقتي. فهي دي بس كانت الخطوره. ربنا يسترها علينا وعليكم ان شاء الله. كوكو مبسوط من التمشية السريعة دي؟ بس عجبتني يا كوفو وانت ماشي على السور اللي في النص ما شاء الله عليك. للناس اللي كل حلقة تسألني كوفو نوعه ايه؟ كوفو روت على بوكسر. الأب كان بوكسر الأم كانت روت. دخل بيتي أول مرة وهو عنده 18 يوم. تفاصيله بقى وكل حاجة إن شاء الله في حلقة الدرع في حلقة المئة ألف. استنوها قريب إن شاء الله. احكي لكم كل حاجه بقى عني انا وكوفو في نشأتنا. هتكون الحلقه على جزئين. الجزء الاول نشأتي. الجزء الثاني نشأة كوفو ان شاء الله وعلاقتنا سوا. باذن الله هتكون حلقه تعجبكم. عايز اعرفكم بقى ايه اللي اتعمل مع كوفو بالظبط وايه اللي خلاني اوصل للمرحله اللي انا فيها من فهمي لسلوكيات الحيوان بشكل عام والكلاب بشكل خاص. فان شاء الله الحلقه دي هتبقى جميله هتعجبكم. ابقوا استنوها. احنا خلاص دلوقتي وصلنا عند البيت. هنزل كوفو يعمل حمام. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. كان معكم محمود عاطف. نشكر محمد عباس تاني على التصوير. نشكر احمد السماك هو اللي طلعنا. شكرا. وصلت البيت ونزلت المكتب ومنتجت الحلقة وبعد كده قلت اضيف لكم جزء سريع. فدخلت البيت ما ناديتش على كوفو ما عملتش اي حاجة. كل اللي انا عملته ان انا دخلت المطبخ جبت حتة الكبدة دي. هو خد باله فهو مش عارف انا عايز ايه بالظبط. فانا هجرب كده زاوله. انا كده غطيت. انا عن نفسي كده مستخبي. هو شايف الموبايل بس بيبص عليه.
كلموش خالص، هو مستغرب. والصوف العادي بقول له اطلع هنا، فما قلتهالوش، هو كان جاي ومهيئ نفسه ان انا اشاور له يطلع فوق. هو دلوقتي انا والله يا جماعه ما اتكلمت معاه نص كلمه، لا ناديت عليه ولا قلت له اي حاجه. زي ما انتم شايفين قطعه الكبده في العادي لو انا حطيتها كده ممكن اكون عايزه ياكلها، فانا فعلا حتى ما فهمتوش ان انت ما تاكلهاش. يعني هو لو كلها انا مش عارفه ولا هتضايق ولا هتكلم معاه. كلتها بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. كانت جميلة؟ كانت جميلة يا كوكو؟ ماشي، بس انت ما شاء الله انت أول مرة سبتها لما احنا دخلنا جوه، إنما لما عديت تاني مرة من غير ما أكد عليه حاجة كلها زي ما قلت لكم. فبالهنا والشفا يا كوكو. وهنبقى نعمل لكم الحلقة اللي فيها التحدي إن أنت تفرش الأكل. الناس شفت ناس كتير عاملاها مع كلابهم إن هم يفرشوا الأكل ويقولوا لكلابهم نو أو لأ أو ما تاكلوش، ويسيبوا الكلب ويدخلوا المطبخ ويرجعوا يشوفوا الكلب كل الأكل ولا لأ. فانا هعمل لكم التحدي ده ان شاء الله، بس هعمله على الواسع شويه. يعني هطلب شويه مشويات، هطلب شويه حاجات كده اللي هي صعب مقاومتها تماما، وهتبقى مفروشه السفره الطبيعيه بتاعتنا بتاعت كل يوم، وهيكون كوفو جنبها، وهنسيب كاميرتين ثابتين، وهنسيبه اكتر من 10 دقائق. مش هنغيب عنه بقى 20 ثانيه و30 ثانيه، لا اكتر من 10 دقائق ان شاء الله هو قدام الاكل بعداد. وعندنا استعداد نطلع الحلقه دي لايف كمان، مش بس تبقى حلقه متصوره ومتمنتجه، لا ده احنا ما عندناش مشكله نطلعها لايف، بس هنعملها الاول التحدي. لو حد من الناس شكك ان الكلب قعد القدره دي كلها او المده دي كلها فهنطلعها لايف. كفو تعال بسرعه، تعال بس اعمل كام حركه للناس بسرعه. جود بوي جود بوي، بس ما شاء الله. عايز حاجة؟ خليك مكانك، يلا نسلم على الناس. بس الكرة ماشي، هتقول لي ان الكرة هنا وانا ما اعرفش ان الكرة هنا يا كوب، انا ما اعرفش ان الكرة هنا. كيوت بوي كيوت بوي يا كوبو، سيب تعال استنى. كيوت بوي هتقعد انت تلعب بيها؟ طب خلاص انا ماشي، انا يلا سلام.